شهد مسرح الفقيد رائد طه حفل ختام مشروع الفن مهنتي، والذي سلط الضوء من خلاله على الفنانات والمبدعات في العزف على مختلف الآلات الموسيقية. في هذه الليلة يعني نشهر نتكلم عن إشهار هذه الفرقة الموسيقية التي قام بتدريبها والعزف على الآلات الأستاذ وهيب جرادي في العود والأستاذ ناظم في الكمانجة. وفترة هذه الفرقة قصيرة جدا، غير أن الرغبة عند البنات في التعلم كانت رغبة كبيرة. نعتبر اليوم اختتمنا أو انتهينا من تدريبات المكثفة التي كانت معنا طوال شهر كامل. نقدر نقول أن الموضوع كان صعب جدا، كان في كثير من الجهود المبذولة، سواء كان من الأساتذة، سواء كان من مدربي المشروع، سواء كان من المؤسسة ذاته، ولكن بالآخر كل هذه الجهود ما بتذهبش هباء منثورة. أجينا اليوم بنحقق بإذن الله شيء كبير، واقفين هنا على المسرح علشان نبدأ بالخطوة الأولى. وتخلل الحفل مقطوعات غنائية ومعزوفات موسيقية، بالإضافة لتكريم الفرقة النسوية الموسيقية الأولى ومدربيها. اليوم نعمل على الختام للبرنامج الفن مهنتي. طبعا مؤسسة عدن فنون العلوم هي دائما تعمل على تدريب المرأة وتمكينها. اليوم النساء سوف يوصلون رسالة سلام من خلال الفن. المؤسسة دائما تبعث أو تدعم النساء للمشاركة السياسية والمشاركة المجتمعية ودعمهم ليكون نساء قادرات على اتخاذ القرار وصنع القرار. أجينا نتدرب على المشروع الفن مهنتي مدة شهر، يعني التدريب هي على 4 آلات مدة شهر، واليوم الحفل الختام التنشيد لنا بعد يعني تمكن شوية من العزف. أقول يوم نعمل الإنشاد تكريم شهايد لنا، صح إنه خطوة حلوة بس عادوا يبغى نحن شوية مراحل أو دورات أخرى عشان نتمكن. الحفل كشف عن طاقات إبداعية نسوية أكدت أن المرأة لها دور رئيسي في حركة التنمية الثقافية. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق، عدن.